السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بداية أود فقط يعني الشكر جميع الإخوان والأخوات الذين تواصلوا معي هذا اليومين تقريبا بسبب الأوضاع الواقعة الآن في فلوريدا، بالضبط الهوريكين الذي يهدد سواحل الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا ولاية فلوريدا. فلحد الآن أود أن أقول يعني الأجواء لحد الآن غير مستقرة، لكن الحمد لله يعني كان تخوف في الأرصاد الجوية، أن التخوف أن تقريبا عين يعني الهوريكين لا تدخل يعني اليابسة، لأن أنا ذاك سوف تكون الخسائر لا المادية ولا المعنوية يعني في الأرواح سوف تكون كبيرة. لحد الآن ليس هناك أي تأكيد في الخسائر، لأنه ما زال يعني في طريقه إلى الولايات الشمال يعني فلوريدا كجورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا. فشكرا بالنسبة للإخوان الذين تواصلوا وسألوا عن أوضاعي الحمد لله. جواب على الفيديو اليوم، سوف أتحدث عن حدث أو خبر توصلت به من شخصين، عفوا من شخصين من المغرب، ومفادوه هو أنه أن دونالد ترامب أمر بأنه مقابلة للقرعة الأمريكية سوف تكون بالإنجليزية. أنا أقول الخبر كما وصلني أن المقابلة سوف تكون بالإنجليزية، وبالطبع بالنسبة للناس الذين لغتهم ضعيفة يعني بالطبع لن يتمكنوا من اجتياز يعني مقابلة القرعة الأمريكية. أريد فقط توضيح شيء سهل، وهو أولا دونالد ترامب ليس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لا يمكن له إعطاء قرارات للكونغرس ليتم تطبيقها أو وزارة الخارجية أو هذه الأشياء. فأول شيء بسيط جدا يعني يمكن يفهمه الجميع هو أن دونالد ترامب مرشح وليس رئيس، يعني حتى إذا كانت هذه الأشياء حقيقية يجب أن يتم فرضها من طرف رئيس الدولة أوباما على يعني مع مستشاري أو وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن القرعة الأمريكية. أوكي، فلحد الآن أقولها ليس هناك أي شيء من هذا الكلام، هذا كلام فقط كلام يعني سوق، يعني ما يتداوله الناس بينهم في يعني في الوسط الاجتماعي. فأريد فقط تأكيد شيء دائما أقوله، تأكدوا من الخبر دائما أنه موثوق ويعني تم يعني تصريح به من مصادر رسمية. يعني لا يمكن الآن على بعد شهر بالضبط، لأنه اليوم 8 من نوفمبر يعني 2016 سوف تكون الانتخابات الرئاسية، لا يمكن مرشح أنه يقول أريد أن تكون الإنجليزية في 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 المقابلة خاصة بالقرعة الأمريكية. كلنا نعرف أن دونالد ترامب عنده أفكار لتغيير نظام الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن أن مرشح أو رئيس أنه يركز فقط على اللغة في المقابلة. يمكن أن يقول أريد إلغاء مثلا هجرة القرعة الأمريكية، إلغاء يعني أو طرد المهاجرين الغير شرعيين، أما أن يقول أنه يجب فرض اللغة الإنجليزية في المقابلة للقرعة الأمريكية فهذا مستحيل أولا. ثانيا الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام كلها منشغلة بوضع الهوريكين، بهذا الإعصار أو الطوفان الذي تعرفه سواحل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن الأخبار المحلية التركيز كله يعني مثلا في فلوريدا التركيز كله على أخبار الهوريكين، ليس هناك أخبار لا علاقة لا بالجرائم ولا أخبار سياسية ولا أي شيء. فلذلك تأكدوا من أن الخبر دائما أنه جاء من مصادر موثوقة من وزارة الخارجية على طريق الكونغرس شيئا من هذا القبيل. وأنا أقولها مرة أخرى وأعيدها المرة النهائية، إذا كان هناك أي خبر يتعلق بالجرين كارد أو القرعة أو هذه الأشياء سوف أعلمكم به، لأنه أنا متتبع لجميع المعلومات جميع القنوات الأمريكية خصوصا الوطنية كCNN والإي بي سي والسي بي إس والميس إن بي سي، فهذه القنوات أشاهدها تقريبا يوميا أو تصلني أخبار. فلا يوجد هذا الخبر، أؤكد لكم لا يوجد الخبر، لأنه ممكن الشباب وجدوه في منتديات أو مواقع يعني تروج فقط للدعاية من أجل يعني
الباز او نسبه المشاهده او هذه الاشياء. لكن على العموم لا يوجد اي خبر يقول بان دونالد ترامب، يعني هذا خبر يعني ليس مفبرك لكن بليد. انا هذا الخبر بالنسبه لي، لا انا لا اتحدث على الشباب الذين تواصلوا معي، لكن كخبر بليد كيف يعقر المرشح الرئاسه يخبر، يعني هل عنده سلطه على الوزراء على الكابينت؟ الكابينت هي المجلس الحكومي، يعني الوزراء تابعين لحكومه اوباما. هل يمكن المرشح ان يكون له كلمه على الوزراء تابعين لرئيس الدوله؟ لا يمكن، هذا كلام غير منطقي. اوكي، اقول مره اخرى، على الانتخابات سوف تكون من 8 من نوفمبر، يعني الشهر المقبل. اوكي، اداء القسم للرئيس الجديد للولايات المتحده الامريكيه سواء دونالد ترامب او هيلاري كلينتون سوف يكون يوم 8 او 9 من يناير. 8 و9 من يناير، يعني تقريبا من نوفمبر الى يناير هو رئيس، لكن ليس بطريقه رسميه، لانه يجب اداء القسم امام الرئيس السابق اللي هو باراك اوباما. انذاك سوف يبدا في تكوين الكابينت او ما يسمى بالمجلس الحكومي، يعني والفايس بريزيدنت وهذه الاشياء. يعني ليس لدى الوقت للتركيز فقط على القرعه الامريكيه. اوكي، هذا اذا فاز دونالد ترامب، نقول فقط على المجمل اذا فاز دونالد ترامب. يعني لا يمكن الرئيس الجديد ان يقوم اول شيء باعطاء اوامر تغيير القرعه الامريكيه، وضع لا لا لا، هناك اشياء تتعلق باقتصاد البلد، هناك اشياء تتعلق بالامن القومي، هناك العديد من الاشياء مطروحه امام الرئيس سواء الجديد او القديم، يعني باراك اوباما. لذلك اريد فقط من الاخوان التاكد دائما من الخبر قبل يعني تصديقه او رفضه. تنتمنى حظ سعيد مره اخرى للجميع الذين يريدون التقديم على القرعه الامريكيه. كما تعلمون واريد التاكيد ان القرعه ما زالت الى غايه من الثالث او السابع من نوفمبر. حاولوا التريث قبل ملء الاستمارة بالأخطاء، لأن رغم ذلك تصلني وهناك أخ في المغرب يقوم بالرد على تساؤلاتكم، أخبرني بأنه هناك العديد من الإخوان الذين لا زالوا يجدون صعوبة في وضع الفيرست نيم واللاست نيم. أقول دائما الفيرست نيم هو الاسم الشخصي، هناك ناس اسمهم مركب، نجد مثلا اسم شخص محمد أمين، محمد مقدار مثلا، هناك شخص اتصل به اسمته محمد مقدار، هذا اسم، اسمك أنت. أما اللاست نيم فهو الاسم العائلي. إذا لم يكن عندكم ميد نيم، أوكي، لم يكن عندكم ميد نيم، قوموا باختيار خانة ليس لدي ميد نيم، نو ميد نيم، أوكي، لتفادي المشاكل. بالنسبة لهناك بعض الإخوان الذين قالوا بأنهم عندهم الاسم الخماسي، كما تعرفون في الأبليكيشن أو الاستمارة فيها فقط فيرست نيم، لاست نيم، أند ميد نيم، لا يمكن وضع خمسة أسماء، لا يمكن. فحاول التركيز على الاسم الشخصي، التركيز على اللاست نيم، التركيز على الميد نيم. الاسم الرابع والخامس غير مقبول، يعني غير متوفر في الاستمارة. فلا تحاولوا تعقيد الامور، لا تحاولوا تعقيد الامور. اوكي، السؤال الاخير يتعلق ببعض الاخوان الذين لا زالوا حائرين بين الهاي سكول والفوكاشن سكول. اقول الفوكاشن سكول هي المدارس او الدبلومات المهنيه، الدبلومات المهنيه، مثلا انسان في المغرب حاصل على دبلوم من التكوين المهني، اوكي، او من مدارس الفندقه او مدارس يعني التجاره، هادو يختارون فوكاشن سكول. اذا كان الدبلوم من جامعه تختار يونيفرسيتي ديجري. اوكي، هذا اشياء سهله، لا تعقد الامور، لا تعقد الامور. اذا كان عندك بكالوريا ودبلوم ولكن الدبلوم لم يعني لم تحصل عليه بعد، قوم باختيار هاي سكول وارتاحوا صراحه، قوم باختيار الهاي سكول، لانه على اساس على العموم يوم المقابله، يوم المقابله حتى ولو كانت عندكم الدكتوراه سوف يطلب منكم جلب البكالوريا. اقول من الان حتى لو كان عندكم اعلى دبلوم سوف يطلب منكم جلب البكالوريا الاصليه. اقول البكالوريا الاصليه، لان في الوثائق سوف تقومون بترجمه البكالوريا الى اللغه الانجليزيه، جميع الوثائق الى الانجليزيه، لكن يوم المقابله حتى لو كان عندكم دكتوراه سوف يطلب منكم اين هي البكالوريا او اين هي شهادات الثانويه العامه. اوكي، لا اريد يعني الاطاله في هذا الموضوع، فالموضوع كان فقط رد على الاخوان الاخوين
الذين اتصلوا به واخبروني بانه تم انه ترامب قرر هذه الاشياء، فاقول ان هذه الاشياء لا صله لها بالواقع. في نهايه الحلقه اتمنى حظ سعيد للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وجمعه مباركه.